ابتزاز رهيب. عندنا قضاة أستاذ حسين، عندنا قضاة الآن اللي هم قضاة ناس ما شاء الله عليهم قراوا وطلعوا وضحاوا من أجل تونس، تقريبا 49 قاضي، يعني وضعياتهم العائلية نعم كارثية، فعلا كارثية. وعليهم هم قيس، فما عدد كبير ياسر متاع توانسه، سواء كان نواب من البرلمان 2019، فهم برشا عباد اوضاعها كارثيه، بحكم انه السيد هذا قرر في لحظه من اللحظات انه الناس هذا كون فاسدين، يعني بدون ملفات وبدون يعني قرائن وبدون ادله، الناس طردها من الخدمه. يعني فعلا يعني نتمنى هو الحد الادنى فعلا انك تعمل مشروع للصلح، وفي الاخير شو المحصله؟ الناس دكها في الحبس، لا استفدت انت لا استفدتهم، ربما حتى المعاملها توقف، ربما حتى اليد العامله تنقص، هذا على الاقل محصله. كان ممكن بعد الانتخابات نتاع 6 اكتوبر كان ممكن يخرج للناس ويقوم بعفو تشريعي عام ويعلن على مصالحه بين التوانسه، ويدعو التوانسه اليوم اللي حطان يدهم في يد بعضهم من اجل بناء تونس من جديد. تمام، صوتوا لك التوانسه في الاخير وقلت صوتوا لي ب 90%. كان ممكن اللي انت تقوم بهذا العمل اللي هما يقوموا به غالبيه الناس اللي يقع التصويت لهم في مرحله ثانيه، كان ممكن انه يقوم بهذا، ولكن للاسف يعني الى حد الان هناك عدم اعتراف بالفشل الكبير وبالوضعيه الغير عاديه اللي تمر بها تونس. نعم، كلمة ختامية سعد بسط على فكرة.